اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي غادي تليق المولات الرجيم، اكيد غادي تفرح. علاش؟ هذه فيها غير البيض هذه الوصفه والشيكولا نوار. غنديروا هذه الوصفه ديال هذا الكيكه او ميني مادلين او الحجم، تقدري ديريها كيف ما حبيتي. انا كنبريفيري نديرها هكذايا، نديرها صغيوري. غنحتاجوا يعني المول ديال ديمافي، وغنحتاجوا واحد الصينيه اللي تكون هكا غارقه اللي غادي نحطوا فيها الكيكه ديالنا او مافين ديالنا، ونقدروا نضيفوا فيها الماء السخون وليجيو في الفران. ياكم غادي نجي دابا ندرب البيض ديالي. انا عندي هنا اربعه البيضات مع قياس ديال 150 غرام ديال الشيكولا اللي فيها 60%، يعني الشيكولا المره. هاد الوصفه هذه يعني كتخدم مع الشيكولا المره، ما جربتهاش بشيكولا اخرى. باش ندربوا هذا البيض ونحصلوا على ديك الكريمه اللي طلع لنا، يعني اللي تشد في الفولوم بزاف، خاصنا يعني الا كنتي غادي توجديهم هكا في شي زليفه، الزليفه تكون نقيه ما يكونش فيها الريحه ديال الماء والريحه ديال الزيت او ديال شي حاجه هكذايا. وحتى الماشينه اللي غادي تدربي بها نشفيها مزيان عاد وبدي تدربيها. انا غنديرها دابا في هذا الروبو اللي عندها موفر هذاك الماشينه العاديه او العجانه اللي فيها الشبكه، تدربها في هذا. انا غنفوت نديرها دابا هنا اربع دقائق وتدرب، ونوري لكم الحجم اللي غادي يولي، كي غادي يولي البيض ديالي الوقت اللي غادي يدرب البيض ديالي. انا غادي نمشي ندوب الشيكولا. الشيكولا دوبتها في حمام مريم ياكم، وعندي هنايا مازال دي طروفة ديال الشيكولا ما دابتش عاد كلها، وانا نحيدها. علاش؟ باش التمبيرا، يعني الشوكولاد تمبيريت، يعني غادي تذوب لي دابا داك المرسويات اللي بقاو لي ديال الشيكولا، غادي تذوب لي دابا غير بالصهد او بالحمان ديال الشيكولا اللي ذابت من قبل. وهكذا علاش درناها؟ باش البيض ديالنا اللي غادي نخلطوها معاها ما يتخلعش، الشيكولا تكون سخونه بزاف ويتكبد لنا ويولي عندنا اومليت ديال الشيكولا. صافي. ايوا المهم غادي نستمر دابا، يعني ها هي غير باش تاخذوا فكره، عندي عاد ثلاثه ديال المرسويات قد هكذا، هادو المرسويات، يعني ها هو المرسو اللي عاد موجودين قاصحين ثلاثه منهم. غادي نحصلوا على التمبيراتور اللي غنحتاجو بالضبط باش ذوبوها، يعني بقاو بحال كتبركوا عليها هكذايا على دوك الطروسه ديال الشيكولا باش تسخن مع او باش تذوب مع الشيكولا اللي راه ديجا ذايبه. هاد الطريقه كنديرها حتى الى درت كاطو اللي فيه ديكور ديال الشيكولا، كنديرها. علاش؟ باش الشيكولا ما كيجيش فيها ديك الخياله او هذيك الطبقه الكري. فكون شفتو مين كنديروا الكاطو ديال الشيكولا بزاف مرات كيولي في ساعه كيولي كري، ما يبقاش الشكل ديالها جميل. انا كندير يا اما كندير كلشي في مره واحده، ومين حس بهم بقى غير نص كميه قاصحه عاد كنحيدها، ولا كندير شنو الا كانوا عندي المرسويات صغار، شحال مره كيكونوا عندي ديك الطروفا صغيورين ديال الشيكولا اللي نخدم بهم. صافي كندير نص كميه، كنديرها تذوب تماما ونحيدها من الماء او من القميله اللي راها تذوب فيه، ونجي نكب هنايا عاوتاني نص الاخر. يعني الا بغيت ندير كاس ديال الشيكولا ندوبو، غادي ندير نص كاس ندوبو تماما ونحطو هنايا، ونجي نضيف داك نص كاس اخر، ونبقى نحرك ديك ساعه الشيكولا ديالكم نكونو سيغ بلي غادي تبقى زينه ويبقى فيها لمعان. وكنزيد فيها مغرفه صغيره او شويه، يعني الا درت كاس شيكولا غادي ندير غير قطرات من الزيت غابس اول، يعني الزيت نباتي، ولا ندير واحد شويه ديال الزبده ديال الكوكو او الزيت ديال الكوكو. ديك الساعه كنحتفظوا على اللمعان ديال الكاطو ديالنا. هانتوما جينا بحال بحال الماكينه دابا صافي صونات. غنمشيو نركبو على البيض. ها هو الشيكولا دابا دايبه تمام، كلشي دايب، ما بقاوش كاع الطروسه ديال الشيكولا موجودين. نجيو هنايا نركبو على البيض ديالنا، ما شاء الله ها هو القوام اللي خصنا. شتو خصو يجي يعني قاصح. انا غنجي غادي نخلط دابا الشيكولا، غندير ماشينه الدور وندير الشيكولا. اذا كنتي غتخدمي بيدك
ديري نفس الطريقه، يعني غيكون عندك البول انت كتحركي البيض غير شويه باش ما يمشيلناش الهواء اللي راه هنا غير شويه، ونكبي وكبي الشيكولا ديالك صافي. جوج دقائق فيتاس واحد يدور بسم الله، ونجيو نفرغوا هنايا في هذا الثقب هذا او هذه الحفره، نجيو نكبوا الشيكولا ديالنا غير شويه كما قلت لكم راه يعني سخون. هو البيض تخلط لنا مزيان مع الشيكولا، ونجيو نعمروا دابا دي كاب كيكس ديالنا. ها انتم حصلت على هذه الكميه، هذه الماء راه عاود شعلت عليه، غادي نفرغوا دابا هنايا. الفران عندي سخون درجه 170 دوغري، غادي نخشيها دابا في الوسط في الفران على 170 دوغري مده ديال 15 دقائق، موراها غنهبط الفران 120 دوغري يبقى نص ساعه. ابخي غادي نطفي الفران نخليها الصينيه لداخل، ونحل الفران باش تهبط تدريجيا الحراره ديال هاد الكيكه هادي باش ما تفشلناش كامله، فهمتوا؟ يعني هذاك الفوليوم اللي غادي يتشد ما خصوش يتفشلنا، يهبط الحراره ديال هاد الكيكه هادي غير بشويه. وهذا هو السر ديال هاد الكيكه، كيجي بحال ديسير، كيجي بحال فلان، كيجي المهم اكيد غادي تعجبكم المولات الريجيم اللي تقدر تاكل هاد المورسو ديال التحليه وتعقل عليها. ها هما طابو دابا كيجيو على هاد الشكل، دايرين بحال براونيز، بحال براونيز ولا بحال موس وشوكولا، جربوهم جربو. ها انتما هذا هو الشكل النهائي، كيجي فني وما شاهدكم، كيجي داخل تقريبا يشبه شويه للموس وشوكولا، كيجي مسوس كيجي ناشف هكذا، كيجي درت له شويه ديال المربى ديال التوت الفوق، هذا الشيكولا كتواتى مزيان مع الحموضه ديال الكوفيتير. مهم وشويه نوات كوكو الفوق، داكشي كيبقى اختياري، تقدري ديري نوات كوكو، تقدري ديري اللوز، ديري الشيكولا عاوتاني دوبي الشيكولا بيضاء وتعطي لها هكا شكل اخر بالشيكولا بيضاء، علاش لا. المهم هادي غير كفكره، دائما كنقول لكم كاين البديل الحمد لله بدون دقيق بدون خماره ديال الخبز، غير شنو يعني ديروا فريمون الكميه اللي غادي تاكلوها ديك الساعه باش يبقى لكم، يعني باش يتاكلوه هو طري. جامي جربتو يعني نديرو في الثلج ولا. المهم هذه هي الكميه ديال 4 البيضات و150 غرام ديال الشيكولا، الشيكولا النوار او الشيكولا المره صافي. غير الظهر ديال المغرفه ديالي غادي ندير هكا، نجبد شويه ديال الكونفيتور كيعطي لها واحد الليغو رائع. هاد اللون ما بين كحل وابيض كيجي زوين، كيعطي شكل فني مون. المهم الصحة والراحة، كيف ما كنقول لكم دائما اللي عجبو هاد الفيديو يخليها لي عبارة عن دي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء مع الأحباب، علاش لا، إلا قدر شي واحد يستافد من هاد الشيواد هادو، يعني هادي صالحة اللي عنده السكر اللي مريض بالسكر صالحة له، علاش لا. المهم خليتكم على خير، شكرا بزاف، لهلا يخطيكم عليا، الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.